هو ناجح في شغله الاداري تمام، بس ما عندوش مشكله خالص. في النهايه احنا بنحاول نسعد الملايين من جماهير الزمالك بصفقات، اعتقد اكتر ناس عمل صفقات محترمه هو نادي الزمالك. كلكم شايفين اللعيبه اللي احنا جايبينها وبندفع كاش. انا شو عارف نادي، في نادي بيقول لك هناخد نص مليون وبعدين لما الولد يجيب جول نجيب له كوز ذره، وبعدين لو نادي كبير مع فلوس ما عندناش كلام. احنا ما عندناش كلام. واللي اخفرك عامر انت عمال كل مكان تقول لي يا فلوس يا فلوس، هو انت ناسي انه محجوز على الحساب بتاعنا؟ وقلت لك اول ما تفكر حساب الحجز اللي عامله صاحبك ممدوح عباس كل جنيه هتاخده؟ ولا انت عايز تتكلم وخلاص؟ ولما برد عليك بتزعل، ولا اقول بالك من العمر ارزله بتزعل؟ فاهم ايه؟ اهدى شويه. احنا يوم ان شاء الله زي ما قلت لكم الاربعاء يتم اعلان فك الحجز، ابعت حد ياخد فلوس ما عندناش مشكله. ولا نديك شيك تروح ما تلاقيش الحساب، او الحساب مقفول، او الحساب مغلق، او الحساب محجوز عليه. سهل. طبعا في البدايه برحب بالمستشار محمود عسال، طبعا مستشار القناه المحترمه. اتفضل يا استاذ محمود. قبل ما اكمل دقيقتين تقريبا عنده كلمه عايز يقولها هنسمعه، لانه ليه موقف محترم في عز جبروت. في عز جبروت وقلة أدب بتاع نجم المرتشين وبتاع كورة المرتشين. ها؟ ايه ده؟ فين اللي قال لي ان فاهم عمر؟ قال لك ده نموذج سيء لأي واحد مذيع. ده خروف شغال 24 ساعة. مين ده؟ هو انت شفت حاجة؟ وراح بتقول من احبسكم انتوا الثلاثة. وانتوا مش عايزين تروح نيابة 6 اكتوبر ليه؟ مش طلباتكم؟ مش عايزاكم؟ عشان الاجرام والفلوس؟ استاذ محمود يقول حاجة وبعدين اقول حاجة أخيرة عشان نقفل الصفحة دي.